بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤال اليوم 18 من شهر رمضان المبارك. قول الطبيب: في بعض الأحيان المريض يذهب إلى الطبيب إما أن يقول له صومك لا إشكال فيه ويمكن لك أن تصوم ولا يؤثر شيء على صيامك، ويمكن أن يقول له لا تصوم. قول الطبيب تارة يوجب تصديق المريض بقول الطبيب وتارة يوجب تكذيب، يعني لا يطمئن بقول الطبيب، فماذا يفعل المكلف في هذه الحالة مع هذه الاحتمالات؟ قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو يوجب الاحتمال الضرر، هنا في هذه الحالة يجوز لأجل ذلك الإفطار. يعني إذا قال لك الطبيب قولا وأنت احتملت الضرر بسبب قول الطبيب، أو ظننت الظن أعلى مرتبة من الاحتمال بالضرر، هنا في هذه الحالة يجوز لك الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة. وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم ولكن المكلف كان خائفا بسبب ذلك، يعني هو على نفسه بصيرة، المكلف يعني المريض، الدكتور أجاز له الصيام ولكن المكلف يعتقد في نفسه أنه يتضرر بسبب ماذا؟ بسبب الصيام، هنا في هذه الحالة يتحتم عليه ماذا؟ يتحتم عليه الإفطار، كأنما الإنسان على نفسه بصير وهو أدرى بنفسه، فلو كان يعتقد الضرر ويحتمل الضرر ويظن بالضرر يرتب آثار الضرر بالتالي يفطر، بالتالي يفطر. أما لو كان الضرر بحد محرم من التحمل لا يجوز له أن يصوم، أصلا يحرم عليه الصيام إذا أدى الصيام إلى تضرر هذا المكلف بسبب الصيام. إذن قول الطبيب متى ما أوجب الظن بالضرر أو احتمال الضرر المعتد به، يعني يعتد به اعتداد عقلائي، هنا في هذه الحالة يتحتم عليه الإفطار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم ببركة محمد وآل محمد.